كذلك أيضا يهودي من يهود اليمن، يهودي من يهود اليمن كان في تعز من يهود صعدة، ففي يوم الجمعة أراد أن يحضر يوم السبت، لأن يوم السبت هذا يوم سبت اليهود يعيدون فيه، والمطلوب أن كل واحد يحضر ولا يتعذر. أنا عندي عمل وأنا عندي، كل الناس عندهم أعمال، أعني اليهود. تحرك من تعز في يوم الجمعة وأخذ سيارة إنجيز، فقال للسائق اليمني المسلم، قال له أنا مستعجل لا تؤخرني لا تؤخرني. فهذا اليمني تحرك بسيارته يواصل السير باليهودي، لا صلاة، يمر عليه الفرض الأول والثاني والثالث، ما في صلاة ما في صلاة. فلما وصل اليهودي إلى صعدة قال اشتريت ديني ب7000 وأنت بعت دينك ب7000، لأنه أعطاه 7000 حق يعني إنجيز، أعطاه 7000. انظر إلى حدين، إلى حدين، الواحد الصلاة أعظم أمان.